نموذج جديد لتركيب الذرة، وهو نموذج العالم تومسون. ويمكن كان ايه، كان بعض الاساتذه لينا الدكاتره في جامعه عين شمس كانوا بيطلقوا عليه نموذج البرتقاله. كيف تومسون قال ان ايه نموذج تومسون، النموذج الذري، الذره تتكون من او عباره عن كره مصمطه من الشحنه الموجبه، مطمور او مغموس بداخلها بعض الشحنات السالبه تكفي لجعلها متعادله. وطبعا في كلامه ده كان برضو بيأكد ان الذرة مصمتة. طبعا نموذج تومسون لم يلتفت كثيرا اليه، وطبعا ظهر بعد كده تجربة هامة جدا بالنسبة لنا، ادت الى بداية التعرف على تركيب الذرة الحقيقي، وهي تجربة العالم الكبير رذرفورد الذي اجراها العالمين جايجر وماري سيدن. وطبعا دول العلماء الكبار وكانوا من تلاميذ او مساعدين رذرفورد. تجربه رذرفورد استخدم فيها ماده مشعه مصدر لاشعه الفا او دقائق الفا. الفا طبعا بتمثل نواه ذره هيليوم اتش اي 2 4 كتلتها يعني موجبه الشحنه. بستخدم عشان احصل على الفا ممكن اعمل مثلا ايه تفاعل نووي، اليورانيوم 92-238 لو انا خليته مثلا يفقد دقيقه الفا وتحول لسوريوم 90-234 ومعاه الفا، يبقى انا كده حصلت على هذه الاشعه. انت طبعا ما يهمكش، ان انت اللي يهمك ان انا بحضر ماده مشعه كمصدر لدقائق الفا، وبضع هذه الماده المشعه داخل حفره في مكعب من الرصاص بي بي، والرصاص طبعا لانه لا يسمح بنفاذ الاشعه النوويه القاتله، وبعمل ثقب في هذا المكعب يسمح فقط بخروج الفا في اتجاه معين. بنضع امام هذا الثقب الموجود في المكعب لوح معدني من الصفيح على هيئة قوس أو دائرة زي ما تشوف في الفيديو أو في الرسم، ولكن بغطي سطحه بطبقة من كبريتات الخرسين زد إن إس. ليه بقى؟ لأن كبريتات الخرسين يحدث له وميض وتظهر به علامة عند سقوط ألفا نحوه، يعني بتأثر بأشعة ألفا. إحنا يهمنا العلامات اللي هتحدث على سطح اللوح المعدني، ولو ما فيش موجود كبريتات خرسين مش هتبان هذه العلامات. من خلال هذه العلامات بنتحدد نتائج او تركيب الذره، وهل هي بالفعل مصمته تماما ولا مفرغه. زي ما هتعرف في الفيديو، تابع معايا وهتشوف الخطوات. وطبعا برضه عاوز اوضح لك ان احنا بيتم في هذه التجربه استخدام شريحه رقيقه من الذهب ايو، ساعات بنسميها غلاله. يعني تخيل ان انت مثلا ايه مكنه تقطيع اللانشون، احنا بنحاول نقربك الفكره. انا كل هدفي ان انا ايه احصل على شريحه رقيقه من عنصر بسميه فلز نبيل، يعني ذراته تضمن انقى انواع الذرات لا تتاثر بالعوامل الجويه، عشان اللي بينطبق عليها يبقى ينطبق على بقيه ذرات الجدول الدوري او عناصر الجدول الدوري. الفكره كلها ان سمك الشريحه دي بيبقى اكن سمك ذره واحده، بحيث بيظهر لي من خلال التجربه هل الاشعه بيتم نفاذها من خلال هذه الشريحه الرقيقه من خلال الذره ام لا، او بتنفذ كلها او جزء منها زي ما هنشوف من خلال الفيديو. تابع معايا، وفي نهايه الفيديو هتشوف اسئله حاول بقى ان انت تحلها عشان تجرب نفسك. وطبعا يعني دي كده كده ايه مقدمه سريعه بالنسبه لايه للصف الثاني. وتابع معايا باستمرار، هنبعت لك امتحانات الكترونيه. احنا مش عايزين طبعا كلام كتير في الكيمياء ولا شرح تفصيلي، ولكن لابد ان تكون فاهم الموضوع علشان اي اسئله بنجيبها لك سواء بقى ايه مباشر او غير مباشره
تستطيع حلها. وطبعا انت عارف نظام الاسئله دلوقتي ايه، اختر تابع معايا الفيديو، ولو في اي اسئله ابعتها لي في التعليقات. ونتمنى ان انتوا ايه يعني تحبوا الكيمياء، لان انت دخلت علم خلاص، فالماده دي هتلم لك درجات كتيره لو انت بالفعل عرفت اهميتها للبشريه وتقدم الانسان. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله، وتابع معايا الفيديو. مستر اشرف العيدي، سلام.